سقطت الجماهير الزاخرة بسيارة جمال عبد الناصر حتى اختفت السيارة تحت الحشود من شعب المنصورة الوفي التي تحيطها من كل مكان. وسط هذه المظاهر الخلابة وصل الرئيس وصحبه إلى متحف المنصورة. واستقبل الرئيس عند وصوله السيد ثروت عكاشة وزير الثقافة والإرشاد وكبار رجال الوزارة. وافتتح الرئيس المتحف الذي أقيم في دار ابن لقمان بين الهتافات المدوية بحياة رائد القومية العربية. وزار الرئيس ومرافقوه دار ابن لقمان التي أسر فيها لويس التاسع في الفترة من 7 أبريل إلى 7 مايو عام 1250 ميلادية بعد المعارك الطاحنة التي خاضها أبطال المنصورة ضد جيشه، فهزمته المنصورة وأسرته وردت الغزاة الصليبيين خاسرين مشتتين. لقد حوى هذا المتحف كل ما يرمز إلى قوة العرب وعظمة العرب وبطولة العرب التي سجلها التاريخ بحروف من نور. الغازي الأسير في سجنه. وغادر الرئيس المتحف بين حفاوة الشعب وفرحته، وشق الموكب طريقه وسط الأمواج المتلاطمة من البشر التي أخذت تهتف بحياة جمال عبد الناصر رائد القومية العربية ومحطم الاستعمار. ظل الموكب يشق طريقه حتى وصل إلى ملعب المدرسة الثانوية الذي أقيم فيه الحفل الرياضي.